أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دعم الحزب للإجراءات التي ينوي الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذها في إطار عملية الإصلاح السياسي. ودعت موسي الرئيس التونسي لضرورة عدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة التشريعية في تونس. تأهل نادي برقان والجهراء إلى دور الثمانية من بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم 59، وذلك بعد تغلبهما على ناديي السليبخات والشباب ضمن منافسات الدور التمهيدية. وسجل أهداف المباراة الأولى التي جمعت برقان والسليبخات ضاري الرقم وفرحان سعد، وأما المباراة الثانية فقد جاء فوز الجهراء على الشباب بالركلات الترجيحية بنتيجة 3-2 بعد أن تعادل في الشوطين الأصلي والإضافي بنتيجة 0-0.